يعتبر مشاهدينا أصبحت التكنولوجيا الذكية جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. يظهر الذكاء الاصطناعي كحليف قوي، هذا بقدر ما هو مقلق كثيراً، هذا خاصة عندما يتعلق الأمر بالتأثير العميق على جيل الشباب والمراهقين. يعتبر مشاهدينا يعتمد الكثير من الشباب اليوم على التطبيقات الرقمية، هذا كمصدر للدعم وأيضاً التسلية، هذا مع تزايد تعقيد هذه التطبيقات وظهور أيضاً الروبوتات والمحادثة من قبل الروبوتات القادرة على التفاعل بأسلوب إنساني. باتت التساؤلات الآن حبيبة تتزايد حول الآثار النفسية لهذه الروبوتات على المراهقين والشباب، مثل ما تكلمنا يعني مندمجين مع هذه التكنولوجيا، والرادع سيكون قوي ولابد أن نتابع هذا الموضوع. ويا رشا، بسبب هذه الروبوتات حدثت قضية مؤلمة جدا، حيث واجهت إحدى الأمهات خسارة ابنها المراهق، تعتقد أنه وقع ضحية لأحد روبوتات المحادثة. رفعت الأم دعوة ضد الشركة المطورة، مشيرة إلى أن هذا الروبوت قد تلعب بمشاعر ابنها ما أدى لاتخاذه قرارات مأساوية. طبعا بيؤكد على ضرورة دراسة كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على نفسية المستخدمين.